لكنه يتحرك ببطء لتسجيل التعادل. الهلال يحاول دائما الحفاظ على كورته، يحاول الحفاظ على كورته للمرور في المباراة بالانتصار. الكرة عند ولي، ولي يتقدم في الجهة اليسار، ولي ما زال متقدم، ولي ما زال يتقدم، سجل الجول. الله الله السويدي ولي رفيق ابراموفيتش أتى من بلاد الإبداع ليأتي ليلقي الإمتاع. يتقدم من الجهة اليسار ولي، ولي يتقدم من اليسار، يتخطى يتخطى يتخطى، يأتي ولي، يأتي ولي يسجل الهدف الثاني للهلال. إذا يسجل الهدف الثاني للهلال هنا في عروس الشمال، يأتي الثاني للهلال في هدف في روعة وغاية الجمال من ولي القادم القادم من بلاد الإبداع ليلقي الإمتاع. ولي في الهامسون تقدم بالجهة اليسار، تجاوز الجميع، سجل الهدف الثاني. الهلال يتقدم الآن بهدفين، تنتهي المباراة بهدفين دون مقابل مصلحة الهلال. العنبر البديل القادم عن ياسر القحطاني. إذا مشوار المباراة يمر هكذا بتقدم الهلال بهدفين